تحية لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من على ضفاف المتوسط. نناقش اليوم عدد من الموضوعات، نبدأها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر وتداعيات هذا الأمر على العلاقة بين مصر وبين الشركاء الرئيسيين، لا سيما أو على رأسهم الشريك الأول الاتحاد الأوروبي. في قسم آخر من هذه الحلقة نلقي الضوء على لقاء جمع بين أقباط المهجر وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال جلسة استماع خاصة عن الأوضاع في مصر، عقدت في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. ثم نحتفل مع السفارة الألمانية في القاهرة بالعيد القومي من خلال تقرير أعدناه خصيصا بهذه المناسبة. ونختتم الحلقة كالمعتاد بقراءة في أبرز ما جاء في الصحف الأوروبية على مدار أسبوع. أعود إليكم بعد هذا الفصل. قرار الولايات المتحدة الأمريكية إذن بتجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر، بالإضافة إلى وقف مشروع الصندوق المصري الأمريكي. هذا المشروع الذي كان من شأنه أن يمول المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في مصر، ودشن هذا المشروع في إبريل الماضي، بيثير عدد من التساؤلات حول علاقة مصر بالمؤسسات التمويلية أو المؤسسات المالية الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا، وأيضا علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاستثماري أيضا. السؤال الذي نطرحه من خلال هذه الفقرة: هل تسير أوروبا على خطى الولايات المتحدة الأمريكية، أي تعرقل أو تجمد بعض المساعدات أو بعض المشروعات والبرامج المتعلقة بعلاقتها بمصر، لا سيما أنه كاثرين أشتون بتزور مصر في أوقات متعددة وبتلتقي بمجموعة من المسؤولين، ولا حديث صريح من الجانب الأوروبي عن هذه البرامج أو عن حزبة المشروعات التي كانت مقررة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنظرة أشمل وأكثر وضوحا وتفصيلا من خلال ضيفنا هنا في الاستوديو، سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق. مساء الخير يا فندم. حضرتك نخرج لهذا التقرير ثم نبدأ حوارنا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من على ضفاف المتوسط. تخبط وتناقض في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في مصر ظهر جليا بعد ثورة 30 من يونيو، هكذا يرى بعض المحللين، كما وصف آخرون الموقف الأمريكي تجاه الأحداث في الشارع السياسي المصري بالغائم، مشيرين إلى أن مراكز صناعة القرار في واشنطن كل منهم له رؤية مختلفة في تحليل الأحداث. بعض المراقبين رأوا أن مصر حاليا تجاوزت مرحلة سابقة من استطلاع رأي العواصم الغربية قبل اتخاذ قراراتها الهامة الداخلية، أو حتى انتظار ردود الأفعال لتعديل سياساتها مدفوعة في ذلك بإرادة شعبية هائلة تدعم خطوات التغيير، مما كان له أثر بالغ في تحول غالبية ردود الفعل الدولية إلى مزيد من الهدوء والتروي. وعلى الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر والتي بدأت تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الإنسان، فما زالت الحكومة الأمريكية مرتبكة جدا بشأن ما إذا كانت تصف ثورة 30 من يونيو بأنها ليست ثورة إنما انقلابا. وقد اطلع المسؤولون الأمريكيون في الكونجرس الأسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصواريخ، بالإضافة إلى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر. من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن السياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة ستنعكس إيجابيا على مستوى معيشة الأفراد وخلق فرص العمل، وإن قطع المعونة الأمريكية عن مصر لن يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري لأن كل المعونة كانت منصبة في مساعدات عسكرية. وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة على استعداد لضخ المزيد من حزم المساعدات الأوروبية الأخرى التي تعتزم عدة دول أوروبية ضخها لدعم الاقتصاد الوطني عقب قرار منع المعونة
الاستخبارات الأمريكية عن مصر. من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن ما ورد في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية للقاهرة هو قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت. وقال المتحدث إن هذا القرار يطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة لتوفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خاصة في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، بصرف النظر إنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعا أو تخفيضا للمساعدات. وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر. وأضاف المتحدث أن مصر يهمها أيضا استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية. نجدد التحية إذن للسفير جمال بيومي. سيادة السفير، هل ترى أن هناك بعض التأثير لقرار الولايات المتحدة بتجميد المساعدات العسكرية بعلاقتنا بالاتحاد الأوروبي وحزمة المساعدات التي وعد بها الاتحاد لمصر؟ لا، المساعدات الأوروبية في جيبنا، موجودة في البنك المركزي المصري بالفعل. احنا لنا مع الاتحاد الأوروبي بنتفق كل 3 سنوات، وده كان مطلب مصر قديم وبيتحقق منذ جاءت فوزة أبو النجا لوزارة التعاون الدولي، ففعلا كل 3 سنين فبيبقى مطمئنين. فاحنا بنشتغل حاليا على 2011 12 13 اعتبارا من 14 بنتكلم ومعروف حجم المحفظة اللي جاية. في جزء معلق ملوش دعوة بما حدث مؤخرا في مصر وهو 500 مليون يورو. احنا بناخد 400 اللي في جيبنا حاليا 449، في 500 اتقال صراحة سوف تتاح فورا يكون لمصر برنامج للإصلاح الاقتصادي. برنامج الإصلاح الاقتصادي بنتكلم على صندوق النقد الدولي. وليس بالضرورة أن نوقع قرض، لأن أنا شايف الحكومة حكومتنا الحالية لا تميل إلى توقيع مش ضروري القرض. لماذا؟ لأن هي السيولة اللي توفرت لها خليها تتفاوض على أرضية سليمة، بس هذا لا يمنع أن نستشير الصندوق. طيب، لأن استشارة الصندوق هنا مهمة. طب احنا عايزين تأثير على أوروبا. تأثير على أوروبا ما أظنش. ان الاتحاد الاوروبي يغامر بشريك كويس، شريك بلغ حجم وارداته من اوروبا في سنة 2012 20 مليار دولار. مش هنقعد مش يعني، فبالتالي ما اظنش، ما اعتقدش. طيب مجموعة العمل اللي هي التاسك فورس يا سيادة السفير اللي جت مصر نوفمبر اللي فات وقالت ان هي عايزة تدينا حزمة 3 أو 4 أو 5 على ما أتذكر مليار يورو، كانوا يورو لمصر، بس ده من مؤسسات مالية دولية، يعني كان فيها البنك الأوروبي مثلا كان داخل على سبيل المثال هيساهم بجزء، وقالوا إنه ده شريطة أن يتحقق تقدم ملموس في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي. حصل ايه في الفلوس دي طالما احنا توقفنا مع صندوق النقد وحصل عندنا احداث سياسية اخرى غيرت المشهد كله؟ انا شوية مش عاجبني رقم 5 مليار ده، يعني انا رغم انني داخل هذه الطبخة مش ودني مش جايبة 5 مليار، جيبهم منين يعني؟ ده هو اجمالي المساعدات الاوروبية للثمان دول جنوب المتوسط بتبقى 5 مليار. طب فرصة ترصدنا تقريبا لا ما فيش حاجة على الورق خالص نهائي كلام. انا اللي اعلمه من لجنة العلاقات، لجنة المشاركة المصرية الاوروبية، مش فاكر يناير حاجة كده، ان يعني ان شاء الله في 500 مليون اوفر اند اباف فوق كل المعونات اللي هي 449 لما بالشروط اللي انا بقولها. لكن انا لا المح بالمرة، انا لا المح بالمره حتى تجمد او تراجع في الموقف الاوروبي، ولكن ماذا التالي. انا امبارح واحد بعت لنا يبارك لنا من اسبانيا مبروك خلاص هنلحق نعمل العقد اللي كان متعطل. عقد ايه؟ احنا حاليا كنا طرحين عقدين، واحد لتطوير اجهزه السكك الحديديه والثاني لتطوير اجهزه المترو. ومن الظروف الطيبة ان اسبانيا وسفير اسبانيا وصديق عزيز جاني من قبلها، احنا حريصين جدا على تطوير علاقات مع مصر. انا بقول الكلام ده وهو هيسمعني. سفير ايطاليا نفس الشيء، سفير المانيا نفس الشيء اللي انتوا حاجينه العيد القومي اللي انا كنت حاضره. اذا سفراء الدول لديهم تعليمات بتطوير العلاقات مع مصر قدر الامكان. سفير اليونان حطيه في الليستة دي، فده الموجود.
فاللي حصل ظاهره غريبه استثمارات ده غير ده تعاون فني من جوه ال 449 تمام. انما المبنى الطيب ان التردد من عند انا مش من عند هو بسببه ايه، فتتخيلي ان خلاص ما بين العقد بتاع السكه الحديد مع مؤسسه حكوميه اسبانيه وده ان شاء الله المؤسسه الحكوميه الاسبانيه بتاعت المترو الخبراء خايفين لان الحكومات الاوروبيه ومن ضمنهم اسبانيا بيحذروا من الحضور لمصر، فاصبح هناك سبب شخصي لعدم الحضور لمصر ناتج عن الاوضاع الامنيه واحنا بنحاول نقل الحكومات واحده ورا الثانيه الخارجيه قايمه بدور ممتاز في هذا الى ان المانيا رفعت الحظر بالنسبه للسيناء وشرم الشيخ لسه اسبانيا. فالبارح تحديدا قالوا الحقوا الحمد لله الشركه اللي موظفينها مش عاوزين يجوا رفضناها وهتجيب شركه، اذا ده مش ناس بقى بتتراجع، ده كان يقدر ما يصدق ويجمد هذا العقد. فبالتالي اللي انا شايفه من موقعي المتواضع داخل وزاره التعاون الدولي ان الاوروبيين يتهافتون على التعاون مع مصر. في يعني البرامج مستمره. انا بقول لحضرتك امبارح. تمام. مش حاجه بعيده يعني. طيب الزيارات يعني قد يتساءل البعض عن الزيارات المتكرره لكاثرين اشتون لانه هي يعني هي ممثله الممثل الاعلى للسياسه